السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي الكرام، أينما كنتم حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى سأقدم لكم في هذا الفيديو، ها هي أمامكم النعجة، ولدت اليوم قبل بضع دقائق. كم هو شعور رائع، لقد لقيتها ولدت بنفسها، ولدت لوحدها، لم أساعدها، ولدت خروف. كم هو جميل هذا الشعور أن تجد نعجة ولدت بنفسها، ولدت خروف، والله شعور رائع. أصدقائي الكرام، إذا أعجبكم هذا الفيديو أتمنى أن تشتركوا في قناتي إذا كنت أول مرة تشاهد هذا القناة. انضمام إلى عائلتنا وقناتنا. دمتم في أمان الله.